تعالى نروح لزميلنا فاروق صلاح من أهلي مدينة مصر. اتفضل يا فاروق. كل الشكر ليك يا كابتن ايمن، والشكر موصول ايضا لضيوفك الكرام كابتن علاء ميهوب، الكابتن اسامه عرابي، الكابتن احمد بلال، والكابتن اسامه حسني، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. نقدر نقول حاله من الترقب من جانب جماهير النادي الاهلي لانتظار النسخه 18 لكاس السوبر المصري، المباراه اللي هتجمع ما بين النادي الاهلي ونادي طلائع الجيش، واللي هتقام على استاد برج العرب بالاسكندريه. يعني تقدر تقول جماهير النادي الاهلي او اعضاء النادي الاهلي هنا في فرع النادي الاهلي في مدينه نصر عندها حاله من الترقب انتظارا ل يعني رؤيه النادي الاهلي العوده من جديد طبعا للاجواء المحليه، وبطوله ان شاء الله نتمنى انها تضاف لبطولات النادي الاهلي ودولاب بطولات النادي الاهلي، هي بطوله كاس السوبر المصري. ايضا الاعضاء منتظرين يعني متشوقين ايضا لرؤيه الصفقات الجديده للنادي الاهلي طبعا يعني ومدى يعني تاثيرها في النادي الاهلي، وبطوله ايضا جديده نتمنى يعني ان شاء الله انها تضاف للاعبين. خلينا اقول لك ان هنا الاداره التنفيذيه في النادي الاهلي يعني العميد احمد ايهاب النحاس مدير فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، والاداره التنفيذيه والعميد محمود حزين امين بدور اكثر من رائع طبعا الامور التنظيميه والخاصه بتنظيم اللقاء وتسهيل اكثر من توفير اكثر من مكان لاعضاء النادي لمتابعه هذا اللقاء، لان ان شاء الله نتمنى اطار اللقاء يخرج في اطار الروح الرياضيه ما بين الفريقين الاهلي وطلائع الجيش، ونتمنى طبعا التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذا اللقاء. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح كابتن.